مرحبا بك في كيف أندرويد على رقم تي في. نتعرف اليوم على كيفية حل مشكلة ضعف بطارية هاتفك الأندرويد والتي ستمكنك من إطالة عمر البطارية، استخدام هاتفك لمزيد من الوقت. فلنبدأ. هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على عمر بطارية هاتفك الأندرويد، من أهمها الشاشة والتطبيقات، وسنركز على كل منها على حدة. بالنسبة للشاشة، فمن المعروف أنها عامل كبير في نفاذ بطارية هاتفك، وهناك عدة طرق قد تساعدك على تقليل الاستهلاك. الطريقة الأولى وهي إخفاض مستوى سطوع الشاشة، وذلك بالذهاب إلى الإعدادات الشاشة. هنا سترى مؤشر سطوع الشاشة في الجزء الخاص بالشاشة، قم بتقليل المؤشر بدرجة كافية. الطريقة الثانية وهي بتقليل وقت نشاط الشاشة، من إعدادات الشاشة اضغط على سكون، ومن هنا اختر كم الوقت الذي ستبقى الشاشة فيه مستيقظة بدون نشاط، ومن الأفضل أن تكون 30 ثانية أو أقل. الطريقة الثالثة وهي بالتخلص من حاجيات الشاشة Screen Widgets والخلفيات الحية Live Wallpapers. فقد يعتقد البعض أن وجود هذه الحاجيات أو الخلفيات الحية لا تؤثر على عمر البطارية، وهذا ينطبق على حاجيات التي يتم تحديث حالاتها كل فترة، وعلى سبيل المثال حاجيات الطقس أو حاجيات التقويم، وأيضاً الرسوم المتحركة بالنسبة للخلفيات الحية. يمكنك التخلص من الحاجيات عن طريق الضغط المطول عليها ثم إلقاء الحاجية في سلة المهملات. وللتخلص من الخلفيات الحية اذهب إلى الإعدادات الشاشة ثم إلى الخلفيات، ثم اختر من الخلفيات الموجودة ما عدا الحية. وإذا كانت شاشة هاتفك الذكي من نوعية AMOLED مثل هواتف سامسونج، قم بتعيين خلفيات يغلب عليها اللون الأسود، وذلك لأنها لا تستخدم إضاءة خلفية على عكس شاشات LCD، أي أنه عند ظهور اللون الأسود في شاشة هاتفك تنطفئ البيكسلات لتعطينا اللون الأسود الحقيقي وتوفر البطارية. أما بالنسبة للتطبيقات التي تعمل في الخلفية فإنها تؤثر تأثيراً كبيراً على البطارية، ولإيقاف هذه التطبيقات قم بالضغط المطول على زر الخيارات أو زر هوم. هنا ستجد جميع التطبيقات التي تعمل في الخلفية. قم بإيقاف التطبيقات التي لا تحتاج إليها في الوقت الراهن بسحب التطبيق في أي اتجاه، وإذا أردت إيقاف جميع التطبيقات يمكنك الضغط على مسح الكل، أو قم بالذهاب إلى الإعدادات ثم اضغط على مدير التطبيقات، بعدها اضغط على قيد التشغيل الظاهرة في أعلى يمين الشاشة. سترى كل التطبيقات التي تعمل في الخلفية، اختر التطبيق الذي تود إيقافه بالضغط عليه، ومن ثم اضغط على زر إيقاف. يمكنك أيضاً معرفة التطبيقات التي تستهلك البطارية بشكل كبير، وذلك عن طريق الذهاب إلى الإعدادات ثم قم بالتمرير لأسفل الشاشة حتى تجد إعدادات البطارية واضغط عليها. هنا ستجد نسبة استهلاك كل تطبيق من شحن البطارية. من خلال النسب يمكنك تحديد التطبيقات التي تؤثر على عمر البطارية بشكل كبير. قم بعدها بالتخلص من هذه التطبيقات عن طريق الضغط عليها. لنختر تطبيق فيسبوك مثلاً، في أسفل الشاشة انقر على معلومات التطبيق، بعدها اضغط على إزالة أو أنستول. في بعض هواتف الأندرويد هناك وضعية تعرف بوضعية توفير الطاقة الذكي أو Smart Saving Mode. على سبيل المثال هواتف هواوي وسوني تقوم تلقائياً بضبط استخدام هاتفك لوحدة المعالجة المركزية واستخدام البيانات لإعطائك أداء متوازن أثناء استخدامك اليومي. لتشغيل هذه الوضعية اذهب إلى الإعدادات ثم إلى إعداد توفير الطاقة، وننوه هنا أنه بداخل الإعدادات قد تختلف المسميات من هاتف إلى آخر، ففي بعض الهواتف تعرف بإدارة البطارية وفي البعض الآخر تعرف بتوفير الطاقة. وإذا كانت بطارية هاتفك على وشك النفاذ هناك حل يمكن اللجوء إليه، وهو وضع التوفير الفائق أو Ultra Power Saving Mode، وتقوم هذه الوضعية بإغلاق جميع مهام الهاتف ما عدا البعض منها مثل الاتصال أو رسائل الأسأمس. وإذا أردت حماية وشحن بطارية هاتفك في نفس الوقت فهناك بعض أغطية الهواتف التي تحتوي على بطارية، وإذا لم تعجبك هذه الأغطية فهناك بطاريات ذات سعة كبيرة تعرف ببنوك الطاقة أو الباور بانكس،
والتي تمكنك من شحن بطارية هاتفك بالكامل أكثر من مرة. وبهذا تمكننا من إطالة عمر البطارية لاستخدام يدوم لفترة أطول. إذا استفدت من الشرح اضغط مشاهدة شروحات أخرى وتابع برامجنا. كما يمكنك الضغط على أيقونة الاشتراك على الشاشة ليصلك منا كل ما هو جديد. إذا كان لديك استفسار أو تعليق اتركه على حساباتنا في الفيسبوك، تويتر، يوتيوب وإنستغرام. إلى اللقاء مع شروحات أخرى في سلسلة شروحات كيف على رقمي تي في.